إلي عقيقي بونجور. هاي كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. صافا. كيف اللي قفلنا على الاستوديو؟ والله مبروك. حبيت المطبخ؟ إيه الحمد لله كثير حلو. تعودت على أوسع وأسرع؟ بعد ما تعودت على شيء صراحة. لو ما كنت معي اليوم يمكن ما كنا عملنا حلقة. يلا هلا سوا بنشتغل. اليوم وصفتنا دجاج مع بطاطا، ولكن اكيد في شيء كله مشوي اليوم، في شيء ما بنعرفه بعد، في شيء سبيشال انه هي هيك تويست صغيره بين نقعه وبين البطاطا وبين الفرن، يعني هول الاشياء اللي شغالين عليها. والدجاجه كامله؟ دجاجه كامله بدنا نسحبها. هلا قبل ما نسحبها بعمل لها النقعه، تكون يعني النقعه فيها كل الطعمات. أنا ما عم سحب دجاجة برجع بنقعها فيها. أوكي. نقعة عبارة عن زعتر نوعين، أخضر ويابس، ثوم، نحط فيها خردل وزيت، ونحط فيها بريد كرامبس أو فتافيت الكعك. كعك اللي هن بيعطوها هيك شوية كريسبنس بالنقعة، مش رح نلتهم فيها، رح نحطها بالنقعة. بس رح نحس فيها بعدين؟ ايه بتحسي فيها كقرشة، بتحسي الدجاج عم بيقرش. كل شيء بده ينفرم ناعم. اوكي. هذا زعتر او رومارين؟ رومارين. رومارين. او اكليل جبل يعني. بس منشف. منشف هذا اليابس، فينا نستعمل طازة. بس هون مستعمل انا بالطازة زعتر الثاني يعني. هذا اللي هون شايفه. ايوه. دائما نعم فينا نحضرها قبل بوقت، لو ما عندنا مشكله فيها ما بتخرب. فينا نحضرها قبل بيوم يعني او اثنين. والدجاج بدك تنقع كمان قبل بهالوقت؟ ايه. هلا انا مش جاي معي دجاج منقوع، جايين دغري. بنقعها هلا. ايه رح نقعها هلا. اوكي. من هلا للتيستينج الا ما تكون اخذت. ان شاء الله. دائما الزعتر الاخضر بيعطي النكهه الفريشنس كثير طيبه. رح نخلي شوي، انا صمتهم اثنين. ليه؟ اوكي. هي زيتها اللي رح تقريبا يعني مش كلها اللي بنحطها بنقع الدجاج، رح نحطها شوي مع البطاطا. البطاطا اللي عاملينها نحن وجز اللي نحن كل وحده لحالها رح تنطبق. كل وحده لحالها، كل وحده لحالها بصينيه لوحدها. اوكي. طريقة يعني الدجاج بتفوتي على الفرن عادي، البطاطا في عندنا طريقتين، فينا يا دغري فرن يا فينو اذا بدك بحبوا يسلقوها نص سلقه بيرجعوا يفوتوها فرن. عرفتي؟ بس ما بيأثر، انا هون كنت بلشت فيها قبل، رح اكملها هلا بالفرن. اوكي. بس على الحالتين بتستوي البطاطا؟ ايه على الحالتين بتستوي، الفرق انه في وحده بتاخذ وقت اكثر من الثانيه. اوكي. مع البطاطا، هلا هيدا الثوم عم بنعمل الدجاج. مع البطاطا تبع نحط بطاطا يعني هي مثل جارنش، اذا بدك جارنتور مع الدجاج بتتاكل. عادة بناكل بطاطا، بطاطا مشوية، بطاطا مقلية هيك. نحن هون رح نزيد لها الاعشاب اللي حكينا عنها. اوكي. يلي هن الزعتر ومرا، رح نزيد لها زيتون اخضر. زيتون اسود يعني شوي منطيبها، وبنترك كمان يعني هلا هو ثلاثه توم رح اتركهم للبطاطا، كمان للبطاطا بنشويها معه. اوكي. الخردل وين رح ندخله؟ بنقعه الدجاج. بالنقعه. اوكي. بالنسبه للثوم اذا حبينا فينا نترك ثوم بقشره بس ينشوى. الفرق شو؟ اذا تركين البطاطا نحن مثل ما هي. نعم. يعني انا جبتها لراس بطاطا بلا ما اشره، بنغسله كثير منيح، رح نعمله وجز مع القشره. إذا حكينا بتفوتوا على الفرن بنص الاستواء، بحط الزيتون وبحط الثوم. اوكي. والأعشاب بنص الطريق إذا بدك. إذا كنا نحن جينا قلنا بدنا نسلق هالبطاطا قبل نص سلقة، فوتهم دغري معه. بأول الطريق. بأول الطريق. بيمشوا سوا. أي طريق. إليل كان بدي أسألك عن الثوم، بتفضل تفرمه من ما تدقه؟ هلا لك فينا نستعمل نحن اثنين، بس انا هون الفكره مش لانه ضايع مش عم لاقي مدقه ثوم، لا ما تفكري هيك. لا ابدا. لا عن جد هي بالمارينيشن فيك تستعمل اثنين، ما عندك مشكله، لانه عم تاخذي الطعم، لانه نحن اخذي ايدنا على الدق. ايه لا والله ايه فينا نستعمل اثنين. المهم شغله واحده انه انت بالاستواء ما يحترق، حيلا طريقة اللي استعملتيها ما يوصل معك شيء يصير فيه طعمة حريق، لأنه يعني كله بأثر دغري بيلطع، دغري بيلطع وكله بأثر على الدجاج. الطعم بتصير أكيد 100%. هاو التومات
مع بدنا ملقت مطار هلا رح نحطها. دائما بنقعاتنا بنبلش اذا بدك يعني كل شيء شفناه هلا اعشاب مثلا هلا اذا بدنا نزيد ملح بهار بحطهم بحط مرقه المطار بحركهم بصير عندي مثل خلطه سميكه بدنا نحط زيت برجع بحط الزيت بترجع بتحط حسب الزيت يعني انا بقرر كيف برخيها بشدها اللي بدي. هون حطينا ملح هيدا بهار حطيناه. دائما نحن بنخاف من نقعه بنكتر بنصير نزيد هي بالفكره نقعه شوي صغيره بتأدي لكميه كبيره لان نحن ما عم عرفتي يعني ما عم نعمل مش انه مثلا ديب فرايد عم نقلي بكميه كبيره لا يعني هي انجح انه بتغطيها كوتينج بتغطيها للدجاج اللي هي نزيد لك زيت؟ يلا بعد ما حطينا الكعك هلا ما حطينا الكعك هلا بنزيد الكعك لاحظت الكميه اللي حطيناها كفايه لدجاجه وحده هلا بنحطه لبعد الكعك بعد زيت؟ ايه بدها زيت بس نزيد الكعك بيبين معنا اكثر اوكي دائما الزيت هو بده يكون اكثر شيء بالنقعه يو شفت كيف صارت؟ سمكت هون بدي احط الزيت بطريقه كثير رخوه مرهم يعني ايه يعني ما بدي منا تابنات منا يعني شيء بدي ادهن ونفس الوقت ما بدها تكون كثير رخوه مزبوط مهم ننقع الدجاجه فيها بعد تحمل شويه زيت نباتي او زيتون او فينا نستعمل اثنين او اذا بدنا بنخلطهم هذا نعاصر جاهزه حبيت فكره الكعك هلا الكعك شوفي بس ما راح يبين معنا هون بيبين معنا وين بعد ما نشوي الدجاجه عند يعني بالطعمه بيبين معك طعم الكعك بصير كريسبي بال والله بهيدي رح اجيب الدجاجه انا فكرت انه رح يتش و... لا بالعكس ما نستفيد من القرشه يعني تبعته هون الدجاجة فينا نسحبها مثل ما بدنا ما في مشكلة. مشي على المفصل. هون بحس فيها طقة هيدي الطقة بسمع صوت بعرف انه مشي الحال. بننتبه على التسحيب قد ما فينا ما نخسر اللحم هذا مفصل ثاني شو حكيمي تشيلها اول شيء هلا اكيد هون فينا نحن يا نسحبها جو بليز اعطينا الدجاج مسحبه اجي تفلسف علينا شفايف ما عندنا جلده هي ليك شو حلو عن جد بكل شيء تجربي حلو اكيد اول مره حبيتي بتكملي ما حبيتي بتقولي بتاخذي بتعلم يعني ما هي الفكرة. الطريقه المضبوطه يعني هلا شو بظرف دقائق رح تتصحى هي ليك هي في مع الوقت بتصير اسرع بس انا عم بعملها هون على مهله تبيني بس هي الفكره هي اول ميل وهلا بدنا نعمل ثاني ميل اوكي هون عم شيل القفص انت ايه مزبوط نترك ثاني مرة على مرة بتصير تمشي أسرع فيها بس هي الفكرة لأنه بالبيت ما بتسحبي قد ما بالمطعم عرفتي؟ كمية بالبيت قديش إيه قديش كل ما تيجي تعملي مرة بدك تقعدي تسحبي تنسي إذا نسيتي بتفوتي على صفحة مارون شديد اس ال بتحضر الحلقة بدبي شفتي كل شيء ببين معنا القفص صدري ها؟ في محل بدنا نرجع بيلتقوا من تحت هي يلي هي محل ما بيلتقوا سفينتين اذا بدك
نحن بنشوف قد بدنا نخلي قد بدنا نشيل. هي بتضلها لقطة مشيتها. ايه بنخليها لقطة، إذا انقسمت ما بيقسم بصير عندنا شقفتين. يعني ايه كأنه نص فروج. هيدي هون هيدي انشادت، هيدي الدجاج اللي عم نحكي عنه. مسحبة خالصة جاهزة، أكيد نحن ما رح نشيل ضام، نشيل بس هدول. ليه بنشيلهم هول؟ ليك هو ما بي يعني ما حدا بياكلهم، ما بتاكلوا ايه. ما فيهم لحم. ما فيهم لحم، مش بحاجة لهم. في ناس بياكلوا. التيستينج يعني ما لهم محل معنا. هون بنجرب فختها شوي. هلا بتشرب النقعة. بس طبعا بتفقد. شكل. If I thought it might have kept me by your side. اوكي. هلا. If you go away. حطها بالنار. بومبا. بومبا. وينك يا أنطوني؟ اوكي شوفي هلا النقعه اللي عاملينها رح تحسي اوف لك هالنكهه صغيره هيك بتحمموا لابنا. بس بقول انه الي جاي صبي، الف مبروك الي. ميرسي ثانك يو. صار عمره 44 يوم. ايه 44 يوم تقريبا. كثير مهضوم انطوني. هلا الجيش ذكرته بانطوني، مشكله هاي جد يعني زلمه هو قد اربع دجاجات يعني بيك. شفت قد حطينا الدجاجه كلها والنقع وبعد فيه بالكعب وبعد فيه وراح يضل فيه. نحن دغري هون ما راح ننطر، راح ننقلها تنفوتها على الفرن. يلا شفتي راح يبينوا معنا هلا اللي حكيتك عنهم هن بال ايه يعني هول الشقف الصغار هاو هن مش بس التوم بس الكعك ما في شيء ثاني مش هيك؟ ايه مزبوط مزبوط. ليك بعد بينقعوا يعني الدجاجه بعد ايه ونحن شو عملنا؟ انجا عملنا شوي صغيره صح منشان هيك نقعتنا دائما نعملها بكونتيتيز معينه ما تكون اوفر حرام. اوكي هلا رح فوت الدجاجه على الفرن بذات الوقت بكون عم بحضر للبطاطا. بطاطا صارت هينه لانه قاطعين نص المشوار اذا بدك. قد ايه بدها وقت بالفرن؟ هلا رح فوتها بلا ما اغطيها برجع بغطيها. فوتها اول شيء تقريبا 20 دقيقه برجع بدل بدها شيء 25 بعد ما تحمر يعني. ايه في بقلبها برجع هلا بعد شوي انا معير الفرن بقلبها بعد شوي على تاني ميل. ايه عملت الجلده كرمال تاخذ تشقر الجلده. بالنسبه للبطاطا هي البطاطا اللي حكينا عنها وجز مثل ما قلنا نحن هون قاطعين نص المشوار رح نكمل بكل شيء باقي اللي بدنا اياه. مشوارنا حلو معك يا ايدي. زعتر لكن زعتر اكيد الجبل عقولة كاتيا البطاطا كيف ما بتكون طيبة ايه باسبارتو يعني مش معقول حدا ما بيقول لا هلا هون انت شوية نص شوية هون ايه اذا بدك تقريبا نص شوية تقريبا تنكمل يعني تكون معنا وقت نكمله تاخد وقت كثير مزبوط. هيدا الثوم بحصه بس انا هيك ما بدي اعمله مثل النقعه لانه ما بدي يلحق البطاطا قد النقعه عرفتي بالنقعه كطعمي قصدك؟ ايه يعني بتاخذ هيك بس اللي حب ليش قلنا نحن اذا بنتركه بقشره اللي حب ياكل ثوم مشوي كثير طيب ايه صح عرفتي وما بدنا نفرم ويصير كل ما تاكلي بطاطا يطلع لك هالثوم الناعم مش بحاجه له ايه. حرام وبعدين اقوى بتطلع طعمه بتطلع اقوى اذا فرمناه يعني ونحن بطاطا يعني جارنش ايه. هون الزيتون اوكي شوية بهار ملحنا دخلت؟ هلا رح نملح في منهم هي بس بدها فرن هلا في منهم اللي بحب مثلا شيء زياده بحط لها سلايس حامض بس انه بتقطع هيك حامض او برش حامض او برش حامض اثنيناتهم بس انه هيك نكهه زياده بدها زيت شيء؟ هلا هون لانه انا كمل دجاج مبلش فيها مش بحاجه لكميه كبيره، اذا حطينا بنحط شوي صغيره رح نحط بس ما رح نكتر
مفوتها بزيت الوقت مع الدجاج على الفرن، اكيد ما بدها وقت قد الدجاج، بدها وقت اقل. هاو هن. لكن حطينا رومارين، زعتر اخضر. مزبوط. زيتون اسود، زيتون اخضر. توم. هون عم نكون عم نحصل على نكهتين من الزيتون. إذا بدك ما كثير رح بس شكله حلو كمان. بس كشكل بيطلع أحلى. مزبوط. ملح بهار أسود. أكيد الزيتون فقط. زيتون. مزبوط. هون أساسي زيت زيتون. شو صغيرة زيت زيتون معه بيعطي هذا الفليفر والنكهة. تنعمل بزبدة مش غلط، يعني هون قد أنت بدك تطلع دسامة بتحطي بس إنه إذا الواحد بده نكهة مختلفة. أنت بدك مواد بس شوي صغيرة كرمال البطاطا تستوي ما تقرقد. تحطي زبدة تحطي مزبوط، تحطي زبدة تحطي زيت ما بيأثر مهم. إذا عم نعملها نية كلياً عم زيت بلش شي. فيها نية زيت شي بس الفرق إنه كل اللي حطيناه يعني عم بلش فيها نية أول شي. نص الطريق هلا حكينا عنه. نص الطريق إيه على الطاقة. بتروحي أوتوستراد. تلاقي عجقة سير. نص الطريق بتحط الزيتون والثوم سو مش من الاول لا مش من الاول ليه لانه حرام كلهم هدول بدهم ينشفوا على الاخر الزيتون اذا طيب مشوي بس اذا اوفر مشوي بطل يتاكل بتحس عم كريسبي بيصير منه طيب وزيت الشي الثوم زيت الثوم كمان زيت الثوم مزبوط بس فينا نحط الاول الثوم اذا بتحطيه مثلا بالمقليه اذا بقشره وحبب بقشره عرفتي بس اذا هيك قشر ومقطع لا هيك بعدين بصير كراميليزي عم تحسي كثير صار يقرقش مش هي الطعم اللي بدنا اياها مع البطاطا والنقع قد ايه بدها وقت؟ البطاطا بدها شي ربع ساعة حسب هلا هون هون لانه نص نص شوي صارت 100% طيب رح ندخلها على الفرن لكينا يلا مع الدجاجة مع الدجاج بدها شي تاخذ معهم بدها شوي بدها وقت طيب نحن قليل لكينا رح نرجع على التيستين بتكون خلصت الدجاجة والبطاطا إن شاء الله كيف رح تقدمهم؟ رح نخليها مثل ما هي كاملة لكل واحد فروج لكل واحد فروج نحن كم واحد اليوم مشاهدينا رانديفو بعد هالوقفة أنا برجع بلاقيكم بالتيستين بعدكم معنا يعني إلي الروايح عم بتفح بالستوديو الدجاج البطاطا الثوم الاعشاب في ريحه كاتيا. نضوج نضج بالطب هات نشوف بتعرف من ريحتها اكيد بتعرف من ريحتها لا انا مجرب كمان سيب على الأرض. اكيد هلا كلنا بنعرف انه الدجاج مع العظم بياخذ وقت اكثر ايه طبيعي طبيعي ونحن يعني دجاجه كامله سحبناها بس مش كلنا سحبت مزبوط حطينا لهم شويه زيت وخلصناهم شويه زيت زيون. مع ثوم وزيتون زيتون طيب الزيتون هاي كثير بالاكل صار مشوي هلا يا مامي مين هاي الدجاجه؟ بس لها الشقار بامها وابوها يعني ولا شو اسمها هي؟ العائله كلها بس سحب القفص ايه سحبتون على الهواء؟ ايه تعرف رح يطلع لي بالريبلاي هلا كنا عم نحكي هيك انه الواحد ما بيسحب الدجاج كثير إيه؟ بالمطعم إيه؟ فبتنسى اكيد وين تمرق السكين فبترجع بتحضر الريبلاي بتتذكري منتكلين على رح نسكب دغري مثل ما بدك يعني عرفتي صحون صغيره احسن ما بس هي الخلطه انا حبيت فيها شغله كثير مهضومه حط كعك الخبز اوكي عاشو على بالخلطة. الدجاج اوكي فابيرنتلي هلا بتطلع شوي كروستيان نايس طيب هيك مسحبه بتاخذ وقت اقل بالفرن يعني هي ما سحبناها كلها مثل ما قالت تينا يعني نحن سحبنا بس القفص الصدري شو بدك تحسب حسابك هي حبه حبه لكل واحد بقد ايه بزياده انا بقسم فرضو ذوقه وهيدا حبة ثوم والبطاطا مثل ما قلت بدها شوية زيت حتى بدها شوية زيت تنشف مضبوط تفضلي
ما بيستغني الامر. تفضل. شفت فيني؟ بكره وصفتنا شو الي؟ بكره لحمه بيكاتا. بيكاتا يعني مقصوصه؟ ايه لحمه فيليه اذا بدك، قصينا ترونشات تقريبا وزن 40 50 جرام. يكونوا مدوقين تقريبا مثل ستيك بس ما بتوصل لهالكبر. بدنا نحشيها بكره حلوم وشوريزو. تحشوها حلو. شوف هي طريقة بس بتصور يعني لازم تتاكل دغري. ايه بتحس بعدها كريسبنس دغري بتصير. بتتاكل هلا بعدها من جوا طرية ومن برا كريسبي بس هلا يعني بتتاكل دغري. مزبوط كثير طيبة. لحس استوى الدجاج يعني على القد. بعد ما وصلت لهم لحظة. ايه والصدر اهم شيء ما يكون ناشف يعني، هيدي اهم شغلة. ايه هون بعده جوسي. اكيد. خلطة كثير طيبة. واو سخنة. الرومارين والزعتر شو عطي النكهة طعموها. وهيدا مارينيتد ولا لا خلص بس حطيتهم فوتهم على الفرن؟ هي نحن اليوم حطيناهم فوتناهم لانه ما كان معنا وقت بس هي الفكرة فيك تعمليها او طعمة قوية يعني بتعمليها قبل بيوم يعني بتنقعيها عادي بتحرز وبتتفرز. يعني ما هي مارينيشن بتفرز بتشيلها ضمن بتشيل وبتشوي 100% هي ومارينيتد. هي ومارينيتد مزبوط. جود ايديا. طيبة طيبة صحتين. ولا بدها صوص ولا بدها شيء. طيبة كثير. ايه رجع فيها توم يعني كثير حبيت. قولي لك انا بكره رح يكون معنا بي واتس كوكينج. انا خلص نهاري معكم بدعكم. بعد البريك رح تكفوا مع كاتيا وجمانة بديزاين وبكره ستيف رح تكون معكم. By your side, if you go away, if you go away, if you go away.